أنا والدة صبا مهداوي البارحة انخطفت الساعة 11:30 بالليل، ما أعرف من يا مكان انخطفت. إحنا مكاننا في البيع، خابرها أخوها بالعشرة ثلث، قال قها وين أنتي؟ قالت لأ أنا جاية بالطريق. أساسا انخطفت من البيع، فهي مو من البيع. اليوم راح تقدمت شكوى للمركز، قال مو من البيع. هي ما عندها شيء والله العظيم، هي ناشطة مدنية ما عندها يعني أي شيء، أي انتماء أي حزب أي مكان، مجرد هي وصديقاتها مسويات جروب وحتى إحنا من البيت ساعدناها وراحت. شو الطالبين حجية الآن الجهات؟ أطالب الجهات المعنية، أطالب الحكومة، أطالب كل خير وكل شريف يلتفتون علي وعلى بنتي. هذا طالبتي الأولى والأخيرة. إن شاء الله رب العالمين يفرحش فيها. إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. آمين.